أهلا بيكم في منزل كاسباروف، أسطورة الشطرنج ومثلي الأعلى. يمكن ناس كتير حبت الراجل ده لما كسب الكمبيوتر، أنا بحبه لأني بحاول أفكر زي لاعب الشطرنج، أحلل كل الاحتمالات الممكنة قبل تحريك أي قطعة، والهدف في كل الأحوال إن الخصم يحس بإنه مش قادر يتصرف، الوصول لنقطة كش ملك. لو اتفرجت على ماتشات برشلونة في الثمانينات هتلاحظ جامع كرات صغير موجود بشكل متكرر في الصور والفيديوهات، يا إما بيحتفل مع اللاعبين أو بيطلب تيشيرتاتهم أو بيعيط من الفرحة. أنا قضيت مراهقتي في مساعدة برشلونة على لعب رميات التماس والركنيات بسرعة، لكن مساعدتي ليهم هتتعظم في السنوات التالية عشان تساهم بشكل مباشر في الفوز ب30 بطولة كلاعب وكمدرب. وأنا صغير سقطت مرتين في اختبارات برشلونة، مرة لأني لعبت باك يمين وأنا مش سريع، ومرة كمهاجم وفشلت لأن جسمي أضعف من الفوز في الالتحامات. في التالتة نجحت واتقال لي أنت اتخلقت عشان تحكم الملعب في خط الوسط. وفي أكاديمية برشلونة حفظت 3 دروس كان مفتاح حياتي وحياة تشابي وإنيستا من بعدي. ممنوع الكرة تقعد في رجلي أكتر من ثانيتين عشان أبعد عن الالتحامات. حركة الكرة أسرع من أي لاعب، عشان كده ممنوع الكرة تعلى على الأرض. وارفع راسك دايما عشان تختار أحسن قرار. في أول تدريب مع الفريق الأول يوان كرويف وقف التدريب وقال لي أنا لو اديت جدتي الكرة هتلعب أسرع منك. لاعب وسط برشلونة لازم يلعب برجلي الاثنين، مركزك الصحيح لما تبقى واقف في مكان يسمح لك تباصي لواحد تاني، وكانت دي أسرار النجاح. ومع كل يوم بيعدي كنت بكون فلسفتي في الكرة وشخصيتي بتتحول، لدرجة إن في يوم زعقت مايكل لاودروب بعد ما رقص 3 لعيبة وقلت له جملة فضلت أقولها باقي حياتي، في برشلونة القرار السليم هو أبسط قرار، ما تعقدش كورة. الشخصية دي بناها كرويف فيا لما في يوم عزمني أنا وروماريو على العشاء، وأنا كنت بعشق روماريو، فضلت أمدح فيه طول العشاء، وأول ما مشي كرويف بصلي بصة غضب وقال لي أنت الكابتن، بطل تمدح في اللعيبة، هنا مفيش نجم غير برشلونة. وفي رحلتي قابلت مدارس كتير، خوان ماليو اللي علمني إن طريقة تحقيق الفوز أهم من الفوز نفسه، لأن الأداء لو سيء أكيد في وقت الحظ هيتخلى عنك، لكن صناعة 10 فرص للتسجيل معناها تقليل فرص الحظ في الوقوف ضدك. اتعلمت من فنجال الكرة الشاملة، من لافولبي ازاي دايما تفضل عندي الكثافة العددية على خصمي عشان افضل انا اللي بتحكم في كل شيء. مورينيو كان الصديق اللي بيعرفني دايما نقط ضعف خصمي، لدرجة اننا شكلنا ثنائي مهووس بالكرة وبتطوير الخطط، وما تخيلناش اننا في يوم من الايام هنكون ألد اعداء. ويوم اعتزالي رئيس برشلونة عرض عليا رئاسة قطاع الناشئين، قلت له انا مكاني مش في المكتب، انا مكاني على الدكة في اقل فريق عندكم. هناك في الدرجة التالتة وقفت وسط أول فريق ليا أدربه وقلت لهم المدافعين أول خط هجوم عندي والمهاجمين أول خط دفاع، وهختار أذكى لاعب علشان نطبق بيه فكرة اللعب بمهاجم وهمي. ويومها اخترت سيرخيو بوسكيتس. بعد سنة كان فريق اتأهل للدرجة التانية، والفريق الأول في نفس الوقت بيتغلب مع ريكارد من ريال مدريد بالأربعة. هنا إدارة برشلونة فسخت عقد ريكارد ورشحت 2 لتدريب الفريق، بيب أو مورينيو. مورينيو كان العلامة التجارية، ناجح في تشيلسي وعارف أجواء برشلونة من فترته مع فانجال وروبسون. وفي اجتماع برشلونة مع مورينيو جوزي طلب أني أكون مساعد ليه، بالإضافة أنه عايز يشتري 2 لعيبة في وسط الملعب مع ضمان أن برشلونة هيكون الأقوى في العالم. لكن برشلونة ما كانش هدفه أنه يبقى الأقوى في العالم، الأمتع في العالم هي العلامة التجارية البارسا. وده حسم القرار وبقيت المدير الفني لبرشلونة، ويمكن هنا نقدر نفهم الصراع القديم بيني وبين جوزيه. مورينيو كان أفضل مدرب في العالم وقتها، وأنا مش بس أزحته من على العرش ده، لا ده أنا كمان أثبتت إن الفوز ممكن يبقى مضمون بس بطريقة ممتعة. أول يوم ليا كمدير فني لبرشلونة كنت متوتر قبل الاجتماع مع اللعيبة، لدرجة إن صوتي ما كانش واضح وأنا بقول لهم كل اللي بطلبه منكم هو 100% من مجهودكم. بعدها أخدت نفس عميق وكملت، إذا لاعب مرر غلط ما يخافش مني، أنا ممكن أسامح في أي حاجة إلا إنك تبطل جري في أرض الملعب. وبدأت الرحلة.
كل يوم تدريب جديد. أول يوم إنك تسترجع الكورة في 5 ثواني. أكتر من كده صوت صفارتي بيوصل لنادي إسبانيول. صانع اللعب ممنوع يستلم الكورة وظهره للجول. لازم يقلد جورج هاجي ويستلم بزاوية تسمح له يشوف الملعب كله. أول مرة طلبت من فالديز يباصي تحت الضغط البيكي. بص البيول وقال له ده مجنون. وبرغم إن برشلونة مكسبش للماتش الأول ولا التاني، إن يستخبط على باب مكتبي وطمني، قال لي إحنا في ظهرك، لو كملنا لعب بالطريقة دي هنكسب كل الماتشات الجاية. يومها دخلت أوضة اللعيبة وكتبت على السبورة نتيجة أول ماتشين. برشلونة شاط 22 كورة وأخد 14 ركنية، وقلت لهم 3 كلمات بس: مطلوب نكمل شغل. والباقي تاريخ عارفه الكل، وكاتب التاريخ عارف كويس إن في 3 أسماء معايا لازم تتحط في التتر تحت كلمة بطولة. ويمكن مش كتير يعرفوا ان انطباعي الاول عن ميسي انه لاعب اناني، لكن واحد من المساعدين بتوعي وكان بطل سابق في كرة الماء بالمناسبة قال لي: احيانا الانانية بتعبر عن الطموح، عن رفض الفشل. عشان كده فكرت كتير لحد ما وصلت القناعة ان طموح ميسي هيكون مفتاح فوز برشلونة. كلمت ليو في التليفون وطلبته لاجتماع سري. وقتها قلت له: حتى المساعدين بتوعي ما يعرفوش السر ده، انت بكرة قدام ريال مدريد هتسيب الجناح لإيتو، وهتكون انت المهاجم، مهاجم وهمي في الحقيقة. الهدف ان كل هجمة لبرشلونة تسيب الهجوم وتنزل لوسط الملعب، فهتخلي كانافارو وميتزيلدر مش عارفين هل يطلعوا وراك ويسيبوا مساحة لهنري وإيتو، ولا يسيبوك وبطموحك ومهارتك تصنع الفارق. الماتش ده خلص 6-2 لبرشلونة. ميسي سجل مرتين، وهنري مرتين بسبب ميسي، وبيكي وبويول كملوا الحفلة. حفلة تنصيب ميسي مهاجم وهمي، وعصى ساحر المدينة الكتالونية بيب جوارديولا. ده كان عنوان جورنال سبورت يومها. بفكرة المهاجم الوهمي دي قدم برشلونة أعظم عروض، وحقق دوري ورا دوري ورا دوري، ومعهم دوري أبطال ورا دوري أبطال، وكان في قمة المجد تحديداً في نهاية 2011 ضد مانشستر يونايتد. ميسي هتنزل وسط الملعب كل ما تلاقي روني مش بيرجع يقدم الواجب الدفاعي عشان نعمل الكثافة العددية عليهم. بوسكيتس، تشابي، إنيستا وميسي ضد كاريك وجيجز وبارك جي سونج. مانشستر بيلعب ركنيات قصيرة، لازم 2 يقفوا قدامهم دايما. كل لاعب كان قادر لما يغمض عينه يتخيل الماتش بالظبط هيحصل فيه ايه، زي ما وصف ماسكيرانو محاضرتي بعد كده: عارف احساسي يوم فوز برشلونه على ريال مدريد 5 كان ايه؟ ان دي كانت النتيجه الطبيعيه، ان ريال مدريد ما عندوش اي حظ علشان ينافس النسخه دي من برشلونه. كل استلامه كوره، تمريره ثم تمريره ثم تمريره ثالثه، كلها غير قابله للتوقف. كل حاجه مظبوطه، كل حاجة بتتم بسرعة تخليك تفهم حقيقي يعني ايه جملة وان سايد جيم، لان هي دي الطريقة الصحيحة للعب كرة القدم. مش صح ان اللي بيدافع كويس هو اللي بيكون في امان، الحقيقة ان اللي بيهاجم هو اللي بيكون في امان. في طريقتي انا اللي بتحكم في كل تفاصيل المباراة. ده كان سر نجاحي في برشلونة، وده هيفضل سر نجاحي. افتكروا كل مرة اتغلبت فيها هتلاقوا ان فريقي كان صاحب الفرص الاكبر. مباريات قليلة أنا فعلاً اتغلبت فيها، وده اللي حصل في بايرن. في البداية بايرن اتعامل معايا كأني بطولة كسبها. كنت فرحان جداً في أول مؤتمر صحفي بعد ما حضر 247 صحفي، وده كان رقم قياسي، خلى الأجواء في أليانز أرينا خيالية. وأول كلمة تعلمتها في اللغة الألمانية هي دروك، يعني اضغط. فكرتي في الكورة سهلة، أنا بخاف من هجمات المنافسين زي أي حد، عشان كده كنت بعالج ده بإني أحاصرهم بالهجوم. يعني أنا أسلوبي الدفاعي إني أمنع الهجوم بالهجوم. حاولت أوصل ده لفريقي، وقلت لتوماس مولر على السبورة: كل فريق بيقف على شكل 5 خطوط. خبرتي بتقول إن 15 تمريرة كفيلة بإن خطوط الخصم تنكمش وتبقى 4، وقتها بس نقدر نسيطر على الملعب بالطول وبالعرض. بمعنى آخر، كل ما الخصم تراجع كل ما نجحت في تخصصي الأكبر، تحويل أي مباراة إلى one side game. لكن للأسف القصة ما كانتش كلها حلم وردي. أحلامي وطموحاتي اتكسرت في أوروبا، ويمكن هنا اتخلقت عداوة بيني وبين جمهور بايرن، اللي زي أي جمهور مش بيقبل أي حاجة غير الفوز. قدام ريال مدريد قررت ألعب الند بالند. قلت للاعيبة بايرن: أنتم عظماء، وعايزكم تثبتوا ده في سانتياغو برنابيو. اثبتوا للجمهور أنكم التعريف الحقيقي لكرة القدم، كرة ممتعة وفعالة. لكن ريال مدريد بخطة دفاعية ممتازة من أنشيلوتي كسب 1-0. قلت لزمايلي: نسبة التمريرات المقطوعة وصلت 78%، إزاي بالنسبة دي هنهاجم فريق بيدافع على الطريقة الإيطالية مع أنشيلوتي؟ الحل إننا نغير الخطة ونلعب 3-4-3. لكن وأنا في الطيارة كل اللي كنت بفكر فيه إن الفريق ما تدربش بما فيه الكفاية على الخطة دي. خلاص
يبقى تعالى نرجع لطريقتنا ونشوف هيحصل ايه. واللي حصل كان 4-0 للميرينجي. يومها قفلت باب مكتبي على نفسي وكتبت في ورقة: لقد أخطأت، الذنب كله يقع علي أنا، هذه كارثة، أسوأ شيء حدث في مشواري التدريبي. الحقيقة أن حتى يوم 29 أبريل 2014 ما كانش عندي أي جرح، لكن يومها كان عندي جرح مش هيتنسي. وفي الحقيقة كل اللي كان في دماغي أني محتاج أتكلم مع حد عن اللي حصل، لكن الشخص الوحيد اللي كنت دايماً برتاح للكلام معاه اتوفى قبل الماتش بيوم واحد. كل حاجة كانت كئيبة، لكن في اللحظات دي اللي بيجي في دماغي دايماً حكمة فضلت معايا طول حياتي: لمن يساورهم الشك أنت على الطريق الصحيح. ورحلتي في إنجلترا كانت مزيج بين التشكيك في قدرتي على النجاح، ثم نجاح غير متوقع زي نسخة برشلونة، وإخفاق أوروبي لأكثر من محاولة زي رحلة بايرن. يمكن حكايتي بتتلخص لما سألوني في مؤتمر صحفي مع مانشستر سيتي عن الفشل في المنافسة مع يورجن كلوب. قلت لهم أنا عارف الحقيقة، أنا ناجح لدرجة أن عدم تحقيق الثلاثية في أي موسم بقى بيتوصف بالفشل. لو تقييم المدرب بالوجوه اللي اكتشفها، أنا قدمت بوسكيتس. لو بالأفكار، أنا حولت ميسي من لاعب موهوب لأعظم مهاجم في التاريخ. لو بالفوز، فأنا خلصت 90% من ماتشاتي وان سايد جيم. انتصار بأداء ممتع يخليك تسأل فريق كسب كام بدل ما تسأل كسب ولا لأ. أنا حسب لكم التقييم وفكر في الطريقة اللي هتخليني أرجع أكسب يورجن كلوب تاني وان سايد جيم.